انا هستثمر فيه ازاي؟ انا عايز ارفع مرتبه اللي مش بس علشان يكفي معيشته، حضرتك ادرى مني، الدكتور محتاج طول الوقت حاله بحث وعمل وعلم وترقي في درجات علميه وابحاث ونشر، عايز فلوس. طبعا طبعا. انا عايز ازيدك بقى من الشعر بيت. انجلترا بقالها من بعد كورونا فتحت الباب للدكاتره المصريين خالص بدون المعادله، بدون معادله، يعني بتقول لهم تعالوا ذاكروا عندي. يعني طبعا طبيب محتاج تدريب. احنا ابتدينا في الفتره اللي فاتت، جيت انا بكلم حضرتك بصفتي استاذ في كليه الطب طبعا، فاحنا ابتدينا الفتره اللي فاتت نغير في النظام بتاع التعليم الطبي، زودنا سنين التدريب، بقت سنتين الزامي، سنتين تدريب الزامي. انا شفت قرار المجلس الاعلى للجامعات 5 سنين مده الدراسه زائد 2 تدريب الزامي. ده اوريدي تشتغلوا، يعني السنه دي اول سنه بقى هيتخرجوا وهيخشوا في التدريب الالزامي. محتاجين بقى نركز في برنامج التدريب ده ازاي، محتاجين نفتح البيبان لكل اطبائنا يسجلوا في درجات ماجستير ودكتوراه. مش ضروري ده طبيب الصحه يستنى 3 سنين عشان يسجل، ليه؟ وليه انا احذفه في اخر الدنيا اوديه تكليف في اي حته وزميله اللي في الجامعه يخلص وهو لسه مش دريان باي حاجه؟ لا، انا افتح السكه، الباب العلم يبقى مفتوح للجميع، اقلل النفقات شويه او ادعم الجامعات، تدعم في رسائل الماجستير مثلا، تدعم البحث العلمي، تدعم الابحاث، يعني اساعد ادور له على سكك، اساعده وخليه يسند نفسه وينمي نفسه في الفتره اللي جايه، يشتغل، يحضر المؤتمرات، المفروض ان هو يعمل سي ام اي، يحضر مؤتمرات بدون فلوس او بتكاليف بسيطه. يعني شباب الاطباء مفروض انهم يحضروا كل المؤتمرات يعني بلا مقابل، المؤتمرات دلوقتي الفيز بتاعتها غليت قوي. يعني سكك كتيرة لازم أفتحها للدكتور يشتغل على نفسه وفي نفس الوقت أدعمه إن هو يعيش حياة كريمة، أفتح له أبواب العيادات الخارجية يقدر يشتغل فيها، يقدر ينمي نفسه، وفي نفس الوقت أنا بعمل خدمة للمجتمع. يعني لما العيادات بتبقى شغالة الناس تقدر تروح أكتر. في نقطة كمان، في نقطة برضو محيراني جدا، نقطة مستشفيات. إحنا عندنا مستشفيات كتير جدا على فكرة، وفيها تجهيزات كتير جدا، الحكومة صرفت جامد قوي على ملف الصحة، لكن أنا حاسة إن إحنا جزر منعزلة. عندك مستشفيات الجامعية ليها دي تحت وزارة التربية والتعليم، عندك المستشفيات الجامعية تعليم عالي، المستشفيات الحكومية مع وزارة الصحة، مع وزارة الصحة والمؤسسة العلاجية، دي كلها حتة يعني تحس إنها جزر منعزلة. ليه ما نجمعهمش كلهم تحت أمبريلا واحدة؟ ليه ما يبقاش في مجلس وطني كبير أو مجلس أعلى للمستشفيات كلها يبقى شايفها؟ ليه الدوبليكيشن في الأجهزة؟ يعني ليه المستشفى الجامعي يبقى فيها مثلا سي تي سكان، والمستشفى التعليمي يبقى فيه سي تي سكان، والمستشفى معرفش إيه يبقى فيه نفس الجهاز؟ بره جهاز واحد بيخدم كذا كذا منطقة. أنا كنت لسه هسأل كده، إنه أنا أشوف دايماً أنه لا ضير لا عيب لا مشكلة في أن أنا أشوف إيه التجارب الناجحة جداً قوي خالص، مش النص نص كمان اللي موجودة بره، ومش هنخترع عجلة. يعني الجماعة الإنجليز بيتعاملوا إزاي مع هذا الملف؟ طب الجماعة الفرنسويين، أنا مش مع الأمريكان قوي، الجماعة الفرنسويين، طب الجماعة الألمان بيتعاملوا إزاي؟ هل هم مقسومين برضو زي حالتنا، ولا هي مؤسسة واحدة هي المسؤولة عن القطاع الطبي والصحي؟ بيتعاملوا ازاي يا دكتور؟ لا، هي مؤسسة واحدة، يعني في انجلترا مؤسسة واحدة هي اللي بشايفة كل الدنيا، لازم كلنا نشوف بنوك الدم. انا ببقى في مستشفى مش عارفة فصيلة دم فين، في انهي مستشفى، ليه ما اعملش شبكة شبكة الكترونية ابقى شايفة كل، يعني بكبسة زر اقدر اشوف الفصيلة دي في اي مستشفى وفي قد ايه. دي ما كانت المستشفيات كلها تتكلم مع بعضها، ممكن قوي نعملها، وممكن بقى اقل التكاليف حتى بموبايل ابلكيشن، حتى عشان ما نقولش ان احنا محتاجين تكاليف سيرفرز ممكن بموبايل ابلكيشنز، وعندنا جهابذه اولادنا في الالكترونيات وفي الموبايلز، نقدر نعمل موبايل ابلكيشن نربط المستشفيات كلها مع بعض. احنا محتاجين نشوف بعض على فكره، دي بس مش في المستشفيات، احنا حياتنا كلها محتاجين نتكلم مع بعض، محتاجين نشوف بعض.
محتاجين نتعاون نشتغل في تيم. عندنا فترة طويلة جدا عشنا من غير ما كل واحد فينا يجيد العمل لوحده، لكن تحطه في تيم يتلخبط. وعلى فكرة ده النظام الجديد في التعليم الطبي دلوقتي، إن احنا شجعنا التعلم في مجموعات علشان أولا نزرع الفكرة دي في نفوس أطبائنا، ثانيا الطبيب ما بيشتغلش لوحده، ده بيشتغل مع مجموعة طبية، بيشتغل مع تمريض، بيشتغل مع صيدلة، بيشتغل مع علاج طبيعي، ده لازم يشتغل انتيم. فإحنا بدأنا ده في التطوير في التعليم الطبي، لكن إحنا كمجتمع كمنظومة طبية ككل كمصر محتاجين نشتغل مع بعض نشوف بعض. طيب أنا هستأذن حضرتك هروح للفاصل وهرجع بعد الفاصل، في كذا حاجة دايرة في مخي، جزء منها أنا عاوز إزاي أو إزاي أقدر أشتغل على دعم القطاع التعليمي الطبي وبالتالي أرفع من كفاءته، لأنه تعليم غالي جدا أو بالأدق هو مكلف جدا، فلو أنا اعتمدت بس على الدولة هبقى برمي عليها أكتر مما يجب، ولو جيت قلت لا ده التعليم ده أنا هحوله لتعليم بفلوس فهبقى حطيت عبء ضخم جدا على الأسر المصرية في هذا اللي ولادهم في هذا القطاع التعليمي. ومن ناحية أخرى إزاي هقدر أرفع المرتبات بتاعة القطاع الطبي المصري عشان أخليه عندي واستفيد منه قدر الاستطاعة.